وليد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي لجلالة الملك في عمان في 22 تشرين الأول 1940، وهو ثاني أبناء المغفور له جلالة الملك طلال بن عبد الله الأول والمغفور لها جلالة الملكة زين الشرف. أنهى سموه دراسته الابتدائية والثانوية في عمان وسويسرا والمملكة المتحدة، والتحق بالكلية العسكرية في بغداد عامي 1956 و1957، وانضم بعد عودته إلى الأردن للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى. وخدم سموه في مواقع مهمة أبرزها ولاية العهد في الأعوام 1952 وحتى 1962، ومرافقاً عسكرياً للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ورئيساً لمجلس شيوخ العشائر، وممثلاً خاصاً للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفر الحسين. توفي سموه رحمه الله وهو يحمل رتبة مشير فخرية في الجيش العربي، كما يحمل العديد من الأوسمة من الأردن ودول أخرى. وسموه رحمه الله زوج صاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد، ولسموه نجلان من زواجه السابق من سمو الأميرة فريال، هما صاحب السمو الملكي الأمير طلال المستشار الخاص لجلالة الملك المولود في 26 تموز 1965، وصاحب السمو الملكي الأمير غازي كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته المولود في 15 تشرين الأول 1966.